المعلم رفض انه يتستر على مجرم وقاتل. انا مراتي عايشة وهتحكي لي بكم البوليس، لان كل الناس تعرف حقيقتكم يا كلاب. عايشة ايه يابا؟ عايشة ايه؟ دي زمان بتاكل رز بلبن مع الملايكة فوق. لا بتقول عايشة. عايشة ايه يابا ده؟ وبإيديا وانا اللي عينت الجثة. على المتهم بالاشغال الشاقه المؤبده. ليه سكت طول الجلسه؟ ليه ما قلتش الحقيقه؟ ولو قلت كان حد هيصدقني؟ بس ده حكم ظلم. القاضي حكم باللي سمعه، وربنا هيحكم باللي شافه. انا هنتقم منهم باللي في قلبي. في يوم من الايام هنتقم منهم وانا ملبسهم الكلبشات دي في ايديهم. ابراهيم، لو انت صاحبي وحبيبي حقيقي اقتل مرسي. ايه اللي بتقوله ده؟ اقتله قبل ما يكبر ويلاقي نفسه عايش في غابه مليانه وحوش ومجرمين هينهشوا لحمه وكسروا عظمه. انت بتقول يا جابر؟ طب ابوس ايدك، ما تعلموش الاخلاق، علموه يطلع مجرم شراني وكل يوم كل يوم احكي له على اللي جرالي انا وامه، عشان يوم ما اطلع من السجن يحط ايده في ايدي ونصفي حسابنا مع كلاب. لا يا جابر لا، مرسي هيتربى كويس وهيبقى حاجة كبيرة زي ما تمنيت له انت وامه. اتفضل بقى كده.
عينك علي يا ابراهيم، هات يزورني دايما في السجن ويشوفني مذلول ورا القضبان عشان الناس تفضل عايده في قلبه لحد ما اخرج. طلعوا مجرم يا ابراهيم، طلعوا مجرم.